السلام عليكم، حياكم الله. اهلا ديالي، احنا المتابعين ديالي، كديرين كما عزاز وغالين، وحده وحده، كل وحده بالسميه ديالها الاوفيه والجداد واللي عاد يتلاحقوا بينا بحال بحال. اليوم بغيت كيف ما شفتوا بغيت نصاوب شويه ديال الحوت في الفران. سي سمعتوني، هذه كيتشوفوا بطاطا، هذه الفلفله، بليخيل، معدنوس، صنوريا، خيزو، فلفله خضراء، فلفله حمراء، طماطين، ليمون. كيف تشوفوها حنايا، انا نصوروا هنا الحوت، ها هو ديالي. الى كتاب لكان من المكتب، لكان المكتب ديالنا نفطروا به في العشيه، كان من المكتب ديالنا حاجه اخرى. نتمنوا التيسير ونتمنوا الخير لجميع امهاتي محمد. معكم عزاز وغالين المتابعين ديالي، وحده وحده، ويلي قلت نصاوبو دابا نوجدو الى بقى العمر باش نمشي للمدرسه، تمشي مع الربعه نجي مع السته، يعني كلشي يكون كلشي موجد. هذا مثال نقص هذا، ولا فوضى نايضة في الكوزينة خليوها مستور. حيد لي هاد الجنيوحات كيف ما تشوفوا، وعاد نشدو نحيد لي هذاك بهذا المنشار هذا. بلاتي هادو، المهم كلشي عارف، هاهي تتخلي تتسهل علينا الدعوة، سمعتوني أختي، تسهل علينا نقص الدعوة، وداك المنشار د الموس الحرش، كوتشي يكون حرش شوية، ما راه جبدتو من الكل خلادور، هادشي ما كان، هذا هو لي جد ديك السيمانة، يعني حوت بسيط، ماشي غالي ماشي. الله لا اله الا الله. دابا باش نحيد لي هذه، باش نحيد لي هذه حتى هي، هاد الرويشات راس من قصر حفا، بالزربه ما غندير شي، غادا نصاوب الغدا النزار. المهم تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير يا احلى ناس، ونتمناكم فضلا ليس امرا ما تبخلوش عليا، عاونوني في جيم الا كنت تعجبكم هذه القناه ديالي، علاش لا ما تعاونونيش، ما عرفتش علاش لا تعاونونا، ديروا جيم ديروا. باش ما نعطلكمش سي، باش نخلي ليا الفيديو لديك 10 دقائق 8 دقائق، ايوا هانتوما باش غنسالي انا غنشارككم معايا يا احلى ناس. هانتوما اختي قطعت التليفون تا هو مال بحرف، قطعت خيزو دويورات، قطعت بطاطا دويورات، غندير لهم واحد نص سلقه. عرفتي علاش؟ هي نورمالمين انت ما ديرش، ولكن غنديرها باش بالزربه يطيب، حيت ما عنديش الوقت، حيت خاصني نمشي باش نطفي على كل شيء، عاد نمشي ما نخليش النار شاعله من ورايا. ونتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم السعاده، ونتمنى لكم العواشر تكون بخير وعلى خير، نتوما وليداتكم كاع المتبعات ديالي والمتبعين ديالي، ومن هو واحد كاع
نلوح فيها واحد بلاتي، غنلوح فيها واحد قلنا طروسو ديال الليمون، الليمون باش اللون ديال الخضره ديالي يبقى ليا هو هذاك. ها هي كيف تشوفوا باش داك اللون يبقى هكا، غادي ندير على المليحه وصافي. يا هانتوما تشوفوا الحوت ديالي نقيته بالبيان، غير التليفون يتشارج هنا ويلي نحيدو وانا تنهضر مفاسيتو. هانتوما نقيته مزيان، غنخوي عليه دابا شويه الحامض صافي، نخليه في الحامض مع هاد النوع عادة يمشي مع الحامض بزاف. وشويه د الملح، ها انتما ها هي كيف تشوفوا صافي، نخليه من بعد حتى تنست في الخضيره ديالي وكل شيء هذاك الشيء تنصوبو. غنحك فوق هاد الثومه، ها هي نص نحكو نص نلوحو ماشي مشكل عادي. مع الفران حيكشعل، شعل لي الفران ايوا مهم هو تقاد وشعل يا بركة الله، هو ما تقادش غترجع طاجين، نديرو في الطاجين ما يكون. هيا لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. اي المهم الربيع ديالنا ها هو، قطعتو ما هرشمتوش مزيان، المهم قطعتو هاد المعطيشات هاكا تنطلقهم هاد الصغيورين، هادي ندير هاد واور واخا ليمون ليمون تا هو حباب ديالي. الملحه كيف تشوفوا المهم على حساب الملحه، مايش نهضروا عليها، كاين اللي تكثر ملحه كاين اللي ما كاين اللي ما تيبغيهاش لي بزار شحال مين تكثرت واقيلا، وانا ما بقاش عندي مع القامه والله والله ما بقاش عندي مع القامه. التحميره ضروري مهم في الحوت راكم عارفينها، يا كيماس شي حاجه ولدي علاش معيط لي، نسالي دابا ونعلم دابا. واحد شويه صلصه حاره مع انا عزيز عليا هذا الشيء، يعني شي تيمشي مع الحوت. بالي بوينو انا غادي نعقم نتلاقاكم الحباب ديالي، المتبعات ديالي الاوفيه العزيز الغالي اللي ديما متبعيني ديما عاجبهم ديما داخلين عندي، يعني كي تيكون زوين المحتوى كيما ما تيكونش زوين. هانتوما راه ما بقيتش درتو فلور نو، علاش شعلت جهه وجهه بقات تشعل فوق ولتحت ما شعلش، صافي نعقب وانا نعوضو في الطاجين. المهم الطاجين يا سلام شوف طالع داك الدخان ديك الريحه نعيت يا هو فاش طيب نشارك معاكم اختي. ها هو الطويجين ديالي كيفاش جا الخواتات طاب ما شاء الله، اي والله شرب مزيان داك البلول حيت انا اصلا ما درتش فيه البلول الاولي عيد داك الفلفله وداك الشيء وطلق الماء في داك الطويجين وداك الحوت، يعني جا يا سلام. ها نتوما ها هو كيفاش درت ليه الفوق، درت ديك الطوماطيطه هي تلقت الماء ايوا ما نعاودش لكم. المهم الذوق نونو سي بعد الذوق ما نعرف، اما البنت ديالو راه عاطيه زويونه
نتمنى لكم السعادة ونتمنى لكم الصحة، وما تنساونيش ديروا جيم جيم جيم.